الشغل دار شوي من غلاء الأسعار يعني كان قبل غير على كل شيء غالي أنا محمد الحلبي نازح من حلب بإدلب عنا سوبر ماركت وبضاعتنا جودتها منيحة يعني هالبضاعة الموجودة بالسوق كلها بالنسبة للبيع اللي عم ياخذوه للناس بيض لبنة لبن برغول عدس يعني في غلاء يعني إذا ما نزل الدولار الناس شو بدها تشتغل تنزل السلع تنزل الأسعار بصير حركة أكثر هلا ما في حركة